الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارس الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث، مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسؤوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد تودر تجريف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات، وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد الفريق أول محمد زكي على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة. من جانبه أعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين، مثمنا الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما قام وزير الدفاع المصري والبلغاري بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. في
إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن. إن تلبية مطالبكم واجب علينا، ولهذا نحن معكم اليوم نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات لكم، كما أن إدارة التجنيد والتعبئة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالعديد من المبادرات التي تقدم مزيداً من التيسيرات لأبناء الوطن. كما تضمنت المراسم عدداً من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر. أول عشان كنت أطلع لابني شهادة أو معاقزة ده يطلع شهادة لازم يروح بنفسه منطقة التجنيد، دلوقتي القوات المسلحة مشكورة بصراحة، لا وفرت علينا حاجات كتير الحمد لله، سهلونا كل حاجة الحمد لله، بركة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سهلونا كل حاجة الحمد لله، نحمد ربنا وكل حاجة تمام يعني الحمد لله، ما كنتش متوقعة كده والله. وإدارة التجنيد ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ناس محترمة وناس كويسة كلها الحمد لله. تم عمل هذا الاحتفال الجميل الرائع لتسليم الشهادات الخاصة بالمعافاة من التجنيد بعد المعاناة اللي كانوا بيعانوها أولادنا في السفر إلى القاهرة لتوقيع الكشف الطبي وتسلم الشهادات. هذا إنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر القوات المسلحة على التيسيرات اللي قدمتها لذوي الهمم على استلامهم الشهادة وعدم تعبهم في التجنيد وهنا وهنا، وآخر أحلى تيسيرات وربنا يحفظهم لمصر يا رب تحت قيادة السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في التسهيلات اللي القوات المسلحة عملت يعني حاجة حلوة إن شاء الله، إن كل شاب من دولة استلم المعافاة في محافظته، فالحمد لله يسروا لنا الحال على كده، ونشكر القوات المسلحة وعلى رئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحفلة بتاعت النهاردة هم فخورين بيها قوي وفرحانين بيها وبيستعدوا لها بقالهم أكتر من شهر، عشان هم فرحانين باللبس بتاع الجيش بتاعنا وفخورين بجيش مصر وفخورين بسيادة الرئيس إن هو دايما بيكرمهم ودايما فاكرهم في كل الاحتفالات بتاعتهم. حضر المراسم محافظ أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.